ودك الزمان وهو ما كان عليه قديما. تعطف طلطف على حبيب محمد فقال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هيا كما طوى الكريم عرض الطيب مبارك ليالي اهل البينات وزادكم الله على الاخرى بن سعيد فضيلة القارئ الشيخ احمد عوض ابو فيوم القارئ بالتحج لساعة وسنة العرب العالم كله وقارئ مسجد سيدي ابراهيم الجسور بكفر الشيخ. ندعو الله تعالى بالتوفيق لنا الحضرة بحسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل مشكورا. Oh,
يا وجهي
وَلَا تَنْسَوْا وَلَا تَنْسَوْا
حتى تكون أرضا أو تكون من
فلما دخلوا
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وبعد، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها فضيلة القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، القارئ بالإذاعة والتلفزيون ونقيب قراء محافظة كفر الشيخ وقارئ السورة في مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي. بعد أذان العشاء إن شاء الله نستكمل هذه الليلة المباركة مع تلاوة قرآنية مباركة لفضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وتلاوة للقارئ الشيخ حجاج الهنداوي، وكلمة لفضيلة الدكتور الشحات عزازي إمام وخطيب رئاسة الجمهورية. أدعو الله تبارك وتعالى لكل من أتى إلى هذا العزاء أن يجعل الله خطواته من بيته إلى هنا في ميزان حسناته في وفاة الوالد الراحل الحاج عبد الباسط محمود الشتري والد كل من الكابتن طيار أحمد عبد الباسط محمود الشتري والدكتور محمد عبد الباسط محمود الشتري هنا في قرية الوحدة العربية بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة الآن يؤذن لصلاة العشاء.